طيب يعني السؤال هنا بقى، المكالمة اللي جات لك دي غيرت أفكارك أو أي حاجة؟ مكالمة النادي الأهلي بما إنك كمان داخل في منحنى شايف إن هو بيتراجع بشدة، وشايف إنه يعني الحال مش واضح، يعني الفترة اللي جاية واضح إنها مش تبقى زي اللي فاتت، فهل مكالمة النادي الأهلي حتى ما زغللتكش يعني؟ لا لا خالص يا كريم خالص. أنا احترمت الراجل وقعدت معاه. مين؟ المهندس عادل القياي. هو اللي كلمك؟ وقعدت في بيته وصلنا مع بعض وتمام وزي الفل. وبعد ما مشيت خلاص. بس انت معنى انك تقعد معناها انك كنت موارب الباب يعني؟ لا مش مساله كده كريم، يعني انت انا بكلمك على ان انا احترم الراجل، وغير كده كمان يجي عندك احساس ان انت مطلوب يعني. انت تقعد برضو وتسمع وتشوف انت. وكان اصلا لسه لي سنه كمان. كان لسه فاضل لك سنه في عقدك مع الزمالك. لسه لي سنه، وانا لما احكي الحكايه دي جماهير الاهلي بتزعل مني. ليه؟ على اساس اللي هو يعني مش عاوز اقول طبع في النادي الاهلي، هي دي منافسه. والنادي الاهلي اختار الطريق ده، اللي انت في لعيبه اخدها من النادي للنادي الزمالك سهل بطريقه معينه عند النادي الاهلي، يعني زي ما اتحكى لي بالظبط. اتحكى لك ايه بقى؟ تطلع بره سنه وبعدين هترجع على النادي الاهلي، حاجات كتير جدا يعني. يعني ده امر واقع انا شفته. ده اتقال لك الكلام ده في جلسه الاتفاق؟ ده امر واقع انا شفته. يعني انا ما كهربا مشي من نادي الزمالك، قلت لا ده النادي الاهلي. بس هي عرض وطلب يا كابتن تامر. ماشي، احنا في عالم الاحتراف. ماشي، انا مش بقول كده. انت راجل موافق انك تسافر بره وترجع عندي؟ موافق. مش موافق خلاص، شكرا، سلام عليكم. وعليكم السلام. صح، انت بتتكلم صح. يعني السوق كده صح. انا بس نادي الزمالك ما يعرفش يعمل كده. ليه ما يعرفش يعمل كده؟ مش عنده العقليه اللي تعمل كده. انت دلوقتي في مشكله الكهرباء دلوقتي. في حاجه ظهرت في مشكله الكهرباء؟ يعني ايه؟ يعني النادي يعني لا، النادي الاهلي بيبقى واثق من شغله، من خطواته، لانه في مستشارين قانونيين وفي حكايه وشايف وفي طبعا مخطط يعني. يعني مخطط كويس، اللي هو اللعيب ده هيمشي يعني الكهرباء معلش يروح فرقه بالشكل ده. لا ده سبورتيفو قافش دي، لا ما يروحهاش يعني، ما يروحهاش يعني محطه يعني. ماشي، انا بتكلم على انت في منافسه، فاهم؟ ده انت عندك سلاح انت بتستغله خلاص، علشان انت تحقق بطولات وحاجات كتير جدا وتعمل تاريخ لنفسك خلاص. بس يعني خليني يعني اقولها لك برضو بالمعنى التاني، الزمالك وقع مع عبد الله السعيد نجم النادي الاهلي وقتها. بس عبد الله السعيد خلص عقده. عقده كان خلصان. ما كانش لسه خلصان. لا كان عقده خلصان. ما كانش لسه خلصان يا كابتن تامر، يعني كريم. كان في اخر سنه بس ما كانش خلص. لا كان ما كانش تري يعني، كان لسه بيلعب في الاهلي. ايوه ماشي، بس كان عقده مضيته وهو لسه بيلعب في الاهلي. مش بعد يناير؟ ماشي، بس انا بتكلم انه لسه بيلعب. انت ليك الحق، ليك الحق اللي انت تمضي يا عبد الله السعيد، الحق اللي هو يمضي في اي نادي. ما اعترفناش، بس قصدي ان انت وكان هيكمل 3 4 شهور. هي لعبه قصدي ان الزمالك يقدر يعمل حاجات، الاهلي يقدر يعمل بس حاجات. هي خطوه كويسه يعني، اللي انت تقدر تجيب لاعب من الاهلي. والله الزمالك الزمالك محتاج يجيب صفقه من الاهلي دلوقتي فعلا، زي ما بعض المسؤولين في الزمالك بيقولوا. انا شايف ما انا 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 محتاج بس عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ولا صالح جمعه؟ صالح جمعه انا مش حابب العقليه بتاعت صالح جمعه. فانت حابب عبد الله السعيد اكتر؟ عبد الله السعيد ملتزم وعارف اللي ليه واللي عليه ايه. طيب صالح جمعه انا ما اختلفش على موهبته خالص. مش عايز اتكلم طبعا.